يعتبر التهاب الأذن من أكثر الأمراض شيوعاً عند الأطفال بعد الرشح والزكام، خصوصاً في مراحل حياتهم الأولى، فتقريباً نصف الوصفات الطبية مخصصة بشأن ذلك الالتهاب. من أبرز أعراض التهاب الأذن عند الأطفال ارتفاع درجة الحرارة والحكة الشديدة وتراجع في الشهية لأن عدوى الأذن تسبب ألماً أثناء البلع والمضغ وصعوبة في النوم والإسهال أو القيء أحياناً. فأي فيروس بسبب إصابات الأذن يمكن أن يؤثر على المنطقة المعوية أيضاً، وخروج إفرازات من الأذن بالإضافة إلى ضعف في السمع. ولكن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ترغب حالياً في خفض عدد تلك الوصفات الطبية التي تتضمن المضادات الحيوية، ووضع مبادئ توجيهية أكثر صرامة بشأن تشخيص وعلاج التهابات الأذن لدى الأطفال. فالخبراء أفادوا بأن المضادات الحيوية يجب أن تعطى فقط وفقاً لحالات معينة، وهي إذا كان الطفل يعاني التهابات شديدة وكان عمره فوق 6 أشهر، أو إذا كان الألم شديداً أو متوسطاً، أو إذا تواصل ألم الأذن 48 ساعة على أقل تقدير، أو إذا كانت درجة حرارة الطفل 39 درجة مئوية أو أعلى. ويوصي الخبراء بمراقبة الطفل المصاب بالتهاب في الأذن من 48 إلى 72 ساعة ما لم تكن الأعراض حادة، لرؤية ما إذا كان سيتحسن بدون مضادات حيوية. وأفادوا بأن 80% من الأطفال المصابين يتحسنون بدون مضادات حيوية، ولكن في حالة تفاقم الأعراض أو عدم تحسن الحالة فيجب إعطاؤه المضادات الحيوية. وإذا كان عمر الطفل بين 6 أشهر والسنتين وكلا الأذنان ملتهبتين، فإن استشارة الطبيب ضرورية لتقرير منحه المضادات. رشا خياط، العربية.